واستكمالا لأنشطة الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، شارك عدد من أعضاء مجلس الأمة في اجتماعات اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة واللجنة المعنية بالسلم والأمن الدوليين واللجنة المعنية بالتنمية المستدامة. استكمالا لأنشطة وفعاليات اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في جنيف، شارك النائب فيصل الشايع في اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة، حيث تركز الحوار حول الديمقراطية وتضخم ميزانيات وزارة الدفاع في العالم. وأكدوا على موضوع عدم التوسع بالتسليح من خلال وزارة الدفاع، وبالتالي تحويلها إلى تنمية الدول وتنمية الشعوب من خلال التركيز على قضايا أخرى غير السلاح. لذلك كانت لدينا مداخلة معهم في هذا الجانب، وأكدنا، وأيضا هم تطرقوا خلال أن يكون هناك، لا يجب أن يكون في حوار بين الناخب والنائب حتى يتم تبادل الآراء في كثير من القضايا. أكدت بمداخلتي على تأكيد على أن فعلا نحتاج إلى تحويل أموال الدفاع إلى قضايا التعليم والصحة، والتركيز على جانب التنمو وتنمية البشر والتنمية بصورة عامة. كما أكدت أن هذه القضية احنا خلال الحوار بين النائب والناخب موجودة لدينا من خلال لقاءات كثيرة، من خلال الدواوين، ومن خلال نلتقي في الناخبين، وبالتالي نستمع إلى أطروحاتهم وآرائهم ونأخذ ما هو مفيد في ذلك. وأكد النائب عبدالله الطريجي أهمية التصدي للحرب الإلكترونية عبر سن تشريعات تحاصرها وتحمي الأفراد منها، وذلك خلال مشاركته في اللجنة الدائمة الأولى المعنية بالسلم والأمن الدوليين. مثلت مجلس الأمة في لجنة الأمن والسلم الدوليين، وهي لجنة دائمة في البرلمان الدولي، وقد قدمنا ورقة عمل تتضمن يعني إصدار تشريعات تحد من عملية استخدام الوسائل الإلكترونية خاصة في من قبل المنظمات الإرهابية، وبالتالي أيضا ورقة العمل يعني حازت على أيضا الكثير من يعني إعجاب الأخوان الموجودين من الدول الأخرى. أيضا تكلمنا عن موضوع المساعدات، وكدولة الكويت وجودها في خاصة في مساعدتها لبعض الدول في حالة الكوارث والحروب، وقلنا لهم يعني قدمنا لهم يعني يكفينا شرفا وفخرا في دولة الكويت أن صاحب السمو الأمير اختير كقائدا للعمل الإنساني، واختيرت دولة الكويت كمركز إنساني للمساعدات هذه الدول. وبالتالي طبعا تلقيت تهاني كثير من إخواني النواب من الدول الأخرى على حصول صاحب السمو حفظ الله على هذا التقدير وهذا التكريم من قبل الأمم المتحدة. وللتنمية والتمويل والتجارة جانب أيضا في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي، وذلك في نقاشات اللجنة الدائمة الثانية المعنية في التنمية المستدامة. أهم ثلاث مواضيع هو موضوع الأول دور الحكومات في التخطيط التنموي المستقبلي، والموضوع الثاني مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية وإحالة المشاريع التنموية للقطاع الخاص بدل من القطاع الحكومي. الشيء الآخر موضوع كيفية القضاء على الفساد والمحسوبية وعدم الشفافية في كثير من الدول في موضوع كمعوقات أساسية للتنمية في هذه الدول. ونقلت تجارب بعض الدول وبعض المختصين في هذا المجال من نيوزيلندا ومن غانا ومن بنغلاديش ومن مداخلات بعض الدول، ووقفنا على تجارب هذه الدول في بالنسبة لهذه المواضيع المهمة. وأعتقد أن التجارب التي تكلموا عنها يعني نستطيع أن نستفيد منها، خصوصا تم التركيز أن لابد تكون هناك قوانين تساعد على الشفافية وعلى المحاسبة وتتغلب على المعوقات سواء كانت سياسية أو قانونية في هذا الاتجاه لتصب في النهاية لموضوع التنمية. قضايا سياسية وإنسانية واجتماعية وغيرها يناقشها الاتحاد البرلماني الدولي خلال اجتماعه ولجانه التابعة. سليمان السمحان، تلفزيون دولة الكويت، جنيف.